في ضيافة المكتبة الوطنية. نظمت مدرستنا زيارة استطلاعية للمكتبة الوطنية بمدينة الرباط. استقبلنا المدير مرحبا: أهلا بأبناء الأعزاء. ثم استهل حديثه: إن المعرفة هي أساس الثروة في مجتمعات، ولعل ما يجعل ثقافة مجتمع ما متقدمة ومنتشرة هي مكتباتها. سحبت آلة التصوير الرقمي من حقيبة ظهري وشرعت ألتقط صوراً أوثق بها ملف مشروعي. أما إدير فقال متعجباً: إذن فمكتبتنا الوطنية محرك لقاطرة الثقافة. رد المدير: هذه هي الحقيقة، ولعل التطور السريع الذي يشهده عصرنا يجعل المكتبة الوطنية مطوقة بمسؤولية توفير ما يحتاجه الباحث من موارد رقمية وورقية كالكتب والمجلات والوثائق. ولم تعد المكتبة تهتم فقط باقتناء الجديد من الكتب والدوريات، ولكن كذلك بدفع رسوم الاشتراك في المجلات الإلكترونية عند ولوج الموارد الرقمية أو المحمولة على الشبكة العنكبوتية. تدخلت رباب متسائلة: وما هي أهم الخدمات التي تقدمها المكتبة الوطنية؟ أجاب المدير: لعل أهم الخدمات الجديدة التي توفرها المكتبة للباحث هي الفهارس الإلكترونية بدل فهارس الجذاذات الورقية، ويمكن ولوجها من داخل وخارج المكتبة، بالإضافة إلى خدمات مكتبية مباشرة، إذ لم يعد الباحث مضطرا إلى ضرب موعد مع القيمين على المكتبة، بل يمكنه الاتصال بهم في أي وقت ومن منزله إن شاء، كما يمكنه استعارة المراجع دون المرور عبر المكتبي، بل اللجوء إلى خدمة الإعارة المباشرة من داخل المكتبة أو البيت، وتوضع رهن إشارته بعد 3 أو 4 أيام حسب رغبته. تناولت أريج مذكرتها وشرعت تدون بعض المعلومات التي قد تحتاجها. وفي آخر الزيارة اختتم المدير كلمته قائلا: وما عليكم يا أبنائي إلا الحرص على دخول المؤسسات الوسائطية والاشتراك فيها. كم كانت فرحتنا عظيمة ونحن نتجول في أرجاء هذه المؤسسة الوطنية الكبيرة عبر أروقتها ورفوفها، لنعود محملين بكم وافر من المعلومات القيمة.